بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، مغزي أهل الزيغ والكفار، معز أهل التوحيد والجهاد الأطهار الأبرار، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين ورافع لواء الحق إلى يوم الدين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. صدق الله العظيم. تم بحمد الله تعالى تشكيل لواء أبو بكر الصديق بدمشق الفيحاء التابع لألوية الفرقان في دمشق وريفها ومحافظة القنيطرة، ويضم الكتائب التالية: مجاهدي الصالحية، الله أكبر، أبابيل الشام، الله أكبر، زيد بن ثابت، الله أكبر، الإخلاص، الله أكبر، علي بن أبي طالب، الله أكبر، سود الفرقان، الله أكبر. ونعاهد الله تعالى على الجهاد في سبيله لإقامة دولة الحق والعدل، والعمل على إسقاط النظام الأسدي المجرم، والدفاع على بلدنا عن بلدنا الحبيب سوريا أرضا وشعبا، ونشر الأمن وحفظ السلم الأهلي بعد زوال هذا النظام. كما إننا نعد شعبنا العظيم بعمليات نوعية مزلزلة مجلجلة تقض مضاجع النظام في القريب العاجل إن شاء الله تعالى على يد أبطالنا الشجعان، وستكون هذه العمليات شفاء لصدور قوم مؤمنين مظلومين، وعبرة لكل جبار أثيم. والحمد لله رب العالمين. تكبير.